بسم الله الرحمن الرحيم لاحتساب المدة بالأيام بين تاريخين يمكن الاستعاضة عن الرجوع إلى جدول عدد أيام أشهر السنة الذي بيناه في محاضرة سابقة يمكن الاستعاضة عن هذا الجدول باستخدام برنامج مايكروسوفت اكسل طبعا برنامج مايكروسوفت اكسل كما تعلمون هو برنامج يعالج ما يسمى أوراق العمل Worksheets تتكون ورقة العمل في برنامج الإكسل من خلايا كل خلية معنونة بعمود وصف فأي خلية لها عنوان عنوانها هو رقم العمود والأعمدة مرقمة من A B C إلى آخره والأرقاء والسطور أو الصفوف مرقمة واحد اثنين فعلى سبيل المثال الخلية التي نضع عليها المؤشر الآن هي الخلية A1 إذا ذهبنا إلى خلية أخرى فإن عنوانها مثلا هو H5 H5 السطر الخامس والعمود H على كل حال آه الاحتساب المدة بالأيام بين تاريخين ندخل التاريخ بهذا الشكل على سبيل المثال 24 على 2 على 2008 تمام؟ هذا تاريخ طبعاً بمجرد إدخاله بهذه الصيغة يتحول فورمات الخلية يتحول فورمات الخلية إلى تاريخ لاحظوا أول ما فتحنا تنسيق الخلايا ظهر معاي التاريخ فطبعا هذا البرنامج يعني فيه نوع من الذكاء الصناعي بحيث بيكتشف إيش نوع الفورمات إذا كان عملة إذا كان رقم إذا كان تاريخ فطبعا إحنا لما ندخل القيمة بهذا الشكل على طول بيفهمها إنه إنها تاريخ فمثلا هذا تاريخ أربعة وعشرين ثمانية ألفين وثمانية. لو دخلنا تاريخ آخر مثل مثلاً ثلاثة عشر واحد ألفين وثمانية مثلاً وأردنا طبعاً هينسق على إنه تاريخ وأردنا معرفة المدة بالأيام بين ثلاثة عشر واحد ألفين وثمانية و 24 8 2008 العمليه بسيطه من ندخل معادله يساوي التاريخ الاحدث ناقص التاريخ الاقدم يساوي على طول اعطاني المده 224 يوم بدون ما اهتم بعدد ايام اشهر السنه وبدون ما أهتم إذا كانت السنة كبيسة أو لا وبدون يعني أي إشكالات أخرى طبعا هذا راح يساعدنا لاحقا في موضوع احتساب الفائدة على حساب متحرك لما بيكون عند التواريخ كثيرة والحركات اللي في الحساب كثيرة كل حركة لها تاريخ